السلام عليكم أخوي محمد. مرحبا يا أخوي محمد. معانا الأستاذ محمد مصبح الطنيجي، منسق عام مهرجان الذيد للرطب اللي بينطلق إن شاء الله بإذن الله نهاية الأسبوع هذا. نهاية الأسبوع هذا يوم الخميس تاريخ 19 إن شاء الله 10 صباح. إذا الله راد تعطينا المعلومات الوافرة عن هذا المهرجان اللي الناس تترياه. أخوي محمد السلام عليكم. والسلام عليكم. السلام ورحمة الله المستمعين والمشاهدين. مهرجان الرذيل للرطب لعامه الثالث وبمكرمة سخية من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لشريحة مهمة من المجتمع، شريحة ملاك النخيل في الإمارات كلها. هذه المكرمة التي أضفت جو من السعادة، أضفت على كل أنحاء الإمارات العربية المتحدة، وما زاد المهرجان طريقا وفرحة مكرمة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي لهذا المهرجان في عامه الثالث. المهرجان الزيد حلم كان يراود ملاك النخيل في الإمارات، هذا الحلم أصبح حقيقة بمكرمة سخية كما قلت من سيدي صاحب السمو الشيخ دكتور سلطان بن محمد القاسمي الذي ذلل كل الصعاب لإقامة هذا المهرجان. كان المهرجان حلم وأصبح اليوم حقيقة على أرض الذيد، يلتقون فيه كل ملاك النخيل من الإمارات قاطبة، يتنافسون منافسة شريفة فيما بينهم، زين يتزامطون فيما بينهم بالمنتجات النخيل، يأخذون خبرات بعضهم البعض. وأيضا كان هدف عند صاحب السمو الشيخ سلطان لإعلاء الاستثمار في النخيل وتعظيم العائد الاستثماري للنخيل. هذا الحلم أصبحت غرفة التجارة وصناعة الشارقة مناطة بالرعاية لهذا المهرجان، وزلت كل الصعاب وسخرت كل الإمكانيات البشرية التقنية المادية لإنجاح مكرمة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي في منطقة الزيد. ممتاز. طيب تخبرنا سلمك الرحمن شو يحتوي المهرجان هذا بالتحديد؟ هل هناك عرض، بيع، مزايدة، مزاينة، مسابقات، مهرجانات؟ شو تحديدا المهرجان؟ كل ما يجول في بالك حاليا الأستاذ محمد موجود في المهرجان. عندنا المسابقات ما بين المزارعين، قسمت المزارع المسابقات بين الملاك النخيل في أصناف النخيل. أيضا النظرة الثاقبة لصاحب السمو والراعي الرسمي للمهرجان الرطب، غرفة التجارة قسمت النخيل ويعني إنتاجها يختلف من منطقة لمنطقة في الإمارات. في الزيد مثلا يجود عندنا اللولو ويجود عندنا الغام، في الساحل الشرقي يجود عندهم الأخصاب بالضبط، في العين عندهم في العين أبو ظبي والمناطق الأخرى دبي أم القوين رأس الخيمة أيضا عندهم الإخلاص وعندهم البرحي وعندهم والأشكال ثانية. فراعينا هذا الشيء وين النخيل موجودة. فنبدأ يوم إن شاء الله يوم الخميس نبدأ بالإخنيزي الزين، ونبدأ بالحسيل اللي هو التمر المجفف للنغال، لأهم منتج ممكن على اعتبارنا خلاص النغال تحول لتمر الحين. نعم. أيضا الحسيل عليه طلب متزايد ويعتبر نادر. أيضا تركنا طويل عمرك أو ذكرنا أنواع النخل القديمة اللي كانت في الزيد والمناطق الموجودة هنا. النخل دخلت عليها أصناف جديدة، زين عشان لا ينسى هذا النخل القديم. عندنا الأوان، عندنا جش حبش، عندنا المسلي أيضا موجود في المهرجان في أول يوم، وعندنا أيضا في أول يوم أكبر عدد وزنا، زين لهذا أول يوم. اليوم التالي إن شاء الله يوم الجمعة عندنا اللي هو الإخلاص، والإخلاص قسمناه عشان راحة الملاك النخيل لقسمين، قسم للمنطقة الوسطى ونعنيبها اختصاص وزارة التغير المناخي والبيئة يعني الزيد والمدام ومليحة والشوجة وكدرة والعوير والخوانيج والفلج المعلة والمناطق وشابر والمناطق اللي تحويها تقسيم الجغرافي لوزارة التغير المناخي والبيئة. وجائزة أخرى أيضا اللي هو إخلاص العام، زين يعني إخلاصين عندنا نوع اللي بيدخل في هذا أو هذا، زين أيضا عندنا الليمون المحلي، الليمون البلد الأولي. ما بس رطب يعني في ليمون كذلك بعد. ليمون عندنا أيضا. عندنا أيضا في اليوم التالي نوع آخر من أكبر عدد موجود في المهرجان. اليوم الثالث يا طويل العمر عندنا النخبة، وهنا نقصد بالنخبة أن المزارع يجيب أفضل ثلاث أنواع عنده في مزرعته بشرط أن ما يكرر الخنيزي والإخلاص.
جميل. ايضا تعليمات الرعاة، تعليمات اصحاب السمو للمهرجان، لا تنسون ولا تغفلون العنصر النسائي، زين، لابد يكون ايضا حضور الهم، وخاصه لهم مسابقه خاصه اللي هي الاطعمه اللي داخل فيها التمر ومشتقاته، ايضا مسابقه مثل الشو الاطعمه يعني. عندنا الخبيص بانواعه، خبيص نعم، عندنا القرص وانواعه ممكن انه يدخل فيها التمر، كل ايضا التمر بروحه، التمر مع السمن، التمر مع امور كثيره ممكن تنتج منها الاكلات الشعبيه، هذه ايضا متروكه للنساء. نوعنا ايضا المشاركات، ايضا في تعليمات للاسعاد ملاك النخيل، كل مشارك ما فاز يجرى عليه السحب مره اخرى، بعد ما شاء الله زين، ممكن انه يفوز في السحب، يعني اذا ما فازوا في العشرين نسحب 20 ثانيات عشان بس نوصل الخير اللي امروا به اصحاب السمو لجميع ملاك النخيل وجميع المشاركين في المهرجان. ايضا في سحوبات على الزوار، زوار المهرجان، ايضا في مسابقات للاطفال لتعريفهم بالنخله واهميتها والنواحي المنتجه عنها. انزين، ايضا كل الامور هذه نحاول ان نحصرها. ايضا عندنا كبار السن اللي يشتغلون في خصف او الحرمات اللي يشتغلون في الخصف، وايضا الجماعه اللي يشتغلون الشباب الكبار اللي يشتغلون في زفانة الدعون ايضا موجوده عندنا في المهرجان. المهرجان يغطي كل الامارات، الساحل الشرقي، الساحل الاوسط، عندنا ابو ظبي، راس الخيمه، كل ام القوين، عمان، كلهم ويونكم زوار يا ابو مصبح، يونكم من خارج الذيل بكل فخر. أنا مثل ما قلت لك المهرجان أول الذيل، المهرجان لكل الامارات. في اول دوره للمهرجان سنه 2016 جونا 5000 زائر، في الدوره الثانيه ارتفع العدد الى 11000 زائر. نحن امامنا تحدي ان نعظم ايضا هذا العدد زين لهذا العام ان شاء الله. زين، المهرجان لا يمثل الزيت، نحن طيب. الزيت خذناها كعمق تاريخي من اقدم واحه موجوده في الشارجه، في السهل الاوسط، في السهل الاوسط الموجوده هذه، ملتقى القوافل قديما، ايضا الشعراء سطروا لها يعني مئات من القصائد، خاصه الفيلسوف الامارات بن ظاهر ذكر باسهاب الزيت قصائده. نعم. طيب بس انا بسال، سلمك الله، وين مكان المهرجان بيكون ان شاء الله؟ المهرجان حاليا في نادي الزيد في القاعه الرياضيه، وعدت وجهزت بكل ما تلزم من راحه الزوار وراحه اول يوم متى بيكون ان شاء الله استاذ محمد؟ يوم الخميس الساعه 10 صباحا. صباحا ان شاء الله. ولغايه؟ لغايه يوم السبت ان شاء الله الساعه 9 مساء. يوم الخميس بيكون ان شاء الله صبح ومساء، عدل؟ الحمد لله، من 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 الاشياء الجميله ان مهرجاننا الصبح ومساء، والجمعه مساء بيكون، والسبت ان شاء الله بيكون الجمعه عشان الصلاه نلتزم. ايه؟ بس بالصلاه هنا التسليم من الساعه 8 للساعه تقريبا 11 10 ونص، نخرج للصلاه ونعود نكمل اللجان التسليم والفحص والتقييم والامور هذه. طبعا بخلاف المهرجان وبخلاف المسابقات وبخلاف المشاركه من المزارعين، هناك في بيع للجمهور، لان الاخوه اكثر ما يسالون عنه يسالون البيع للجمهور، فالبيع للجمهور موجود. نعم، في بيع طال عمرك، وايضا في هدايا، يعني بل البيع في حتى الجمهور يعزون علينا. ومثل ما اقول لك، هناك توجهات او بما اوامر لهذا المهرجان ان يحمل السعاده للجميع، للحاضر، للمشارك، للزائر، للجميع. ممتاز. هذا المهرجان اعتقد للسنة الثالثة او الثانية؟ الثالثة على التوالي. الثالثة على التوالي ما شاء الله. وتسعون في هذه السنة لزيادة نسبة الإقبال على المهرجان اكثر عن السنوات القادمة، واعتقد بانكم ستحققون هذه الزيادة على اعتبار انه الكثير من الناس يسألون عن مهرجان الذيد للتمور او للرطب. من حسن حظنا، من حسن حظنا في الزيد ان ملتقى الطرق زين، اللي جاي من العين، اللي جاي من ابو ظبي، اللي جاي من دبي، اللي بالشارجه، نحن اقرب لهم. ايضا واقعين نحن الان ما في مناسبات اخرى غير اللي عندنا هذا في الزيد، فعندنا بعض. لكن في مهرجانات اخرى وقريبه جدا منكم كذلك في امارات اخرى. عندنا مهرجان ليوة ايضا، واعتقد في نفس الفتره. في نفس الفترة، وهو أيضا ناخذ الخبرة منهم ما شاء الله. أيضا بعدنا على طول مهرجان
عجمان. لكن نحن نتمنى أن نكون متميزين زين، لأن في إمارة الشاردة وبدعم صاحب السمو الشيخ سلطان وبدعم الشيخ محمد بن زايد لابد أن نكون متميزين إن شاء الله. ما علي لو طولت عليك، لكن الأخوة يسألون جزاك الله خير، في أنواع معينة غير موجودة بكثرة في الأسواق، هل سنجدها في هذا المعرض الذي يعتبر معرض متخصص جدا في الرطب؟ طول العمر كل النخل اللي قاضت في الوقت هذا موجودة في المخرج. اللي قاضت في الذيد ولا حتى خارج الذيد على مستوى الإمارات؟ نحن لا نعني الذيد، نحن نعني كل الإمارات. زين، وعندنا كل حتى المزارع النموذجية، حتى المزارع المتميزة. أيضا عندنا رئيس مجلس إدارة الغرفة السنة أيضا فاجأ المهرجان بالمزرعة النموذجية، مسابقة المزرعة النموذجية. أيضا هذا فيها ما شاء الله ثلة من الشباب شاركوا فيها. يعني طمع في نيل الجائزة لهذه المزرعة النموذجية. ما شاء الله ما شاء الله. فإذا نحن مقبلين على هذا المهرجان إن شاء الله يوم الخميس القادم الساعة 10:00 صباحا. وهذه دعوة للجمهور للاستمتاع بالمهرجان من حيث المأكولات والشراء والمشاركة في المسابقات بالإضافة للسحب على الجوائز. نعم نعم نعم. وهذه دعوة لك شخصيا أستاذ محمد. جزاك الله خير. ودعوة لكل أفراد البرنامج المميز، وأشكر تغطيتكم المتميزة لهذا المهرجان. زين، أيضا لكل فعاليات المهرجانات والفعاليات الموجودة في الإمارات. زين، دعوة جميع لكل أفراد لجون الشارجة، موظفين إدارة عليا، أهلا وسهلا فيك. جزاك الله خير. ونحن طبعا التلفزيون سوف يكون موجود، بالإضافة إلى أن قناة الوسطى تخصص جزء كبير جدا من بثها لمعايشة هذا المهرجان لحظة بلحظة كذلك إن شاء الله. ما قصرتوا وافين في الوسطى في الشرقية في تلفزيون الشارجة، جزاكم الله خير. وفي نهاية إذا أنت تنهي اللقاء أتوجه بالشكر لصاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد على دعمهم اللامحدود. أتوجه بالشكر للجهد الكبير اللي بذلته غرفة التجارة والصناعة الشارقة ليكون هذا المهرجان منارة لكل ملاك النخيل ومحبين النخل. جزاكم الله خير، ونتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله، وثقوا تماما بأن الإعلام سوف يكون معكم وإلى جانبكم دائما في مثل هذه الفعاليات وغيرها. جزيل الشكر لسعادة الأستاذ محمد مصبح الطنيجي منسق عام مهرجان الذيد للرطب. مشكور أستاذ محمد، بارك الله فيك. باسم جميع اللجان لكم جزاك الله خير. مشكور جزيل الشكر للأستاذ محمد. طبعا مهرجان الذيد للرطب يا أخواني مثل ما سلفنا فرصة لا تتكرر إلا في السنة مرة واحدة. هذا المهرجان يقبل عليه العشرات المئات من الناس طمعا بما فيه من تميز الحمد لله رب العالمين. صحيح هناك مهرجانات أخرى كذلك مثل ما ذكر الأخ مهرجان ليوا للرطب، ويمكن شوي على اعتبار شوي البعد المكاني بالنسبة لليوا، في كذلك مهرجان عجمان وهو بتنظيم أعتقد من مهرجان ليوا.